وخناقه مخابرات دعاء، دعاء مع العقيد احمد، والعقيد احمد قاعد يعمل لي مفوه، والعميد سمير عامل، تخيلوا العقيد احمد حته عقيد وحته عميد ب 50% بقى هم بتوع المدرسين الاعلام دلوقتي. سمير المزفلط، محمد سمير المزفلط ده الواد المزفلط ها اللي يعني انتوا شفتوا صوره وزفلطته ويعني قله حياه، قله حياه ما فيهوش شرف العسكريه حتى. انما هل دول شفتوا العميد محمد سمير وهو بيدرس اعلام؟ هل دول اللي يتحكموا في الاعلام المصري؟ حته العقيد والعميد دول، ودول اللي بيديروا المخابرات بتاعت عباس كامل والعقيد احمد شعبان ده اللي اتحكم في الاعلاميين واللي مش عارف ايه والحاجات اللي زي كده، وفي الاخر دعاء بتلطش له. هلا ايه قوه الدعاء يا جماعه؟ يعني واخده كليه حربيه ولا واخده اركان حرب ولا كانت في اللي من 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 السلطه الحاكمه في البلد ولا يعني احنا وصلنا للمسخره دي؟ يا قيادات متوسطه في الجيش المصري، يا كل راجل شايف نفسه راجل في الشرطه وفي القضاء، دول اللي بيديروكوا، دول اللي بيديكوا على قفاكوا. واحده ست عاديه جدا كل ما فيها بس انها ساعدتهم في الـ في الـ في التمرد هي ولاد محمود بانجو والبتاع، عملوا المحمود بانجو فرحه في فندق الماسة بتاع المخابرات، ودعوا له الحد عادل امام ودعوا له ناس كتيره جدا. هل محمود بانجو كان يعرفهم؟ انا شفت دعوه عادل امام بعيني، والله العظيم شفتها بعيني. قلت له يعرفك منين ويعرف تليفونك منين؟ ده المخابرات يا زعيم، مخابرات يا عدول، مخابرات هي اللي بعتلك الدعوة بتنفخ الولا وبتريشه وحطته في المناهج التعليمية. أهو دعاء هي يا زعيم، دعاء هي يا عدول، دعاء بتكلم القائد أحمد شعبان والمش عارف. عرفت إنهم مسخرة يا عدول؟ زي ما أنت قلت، زمن المسخ، إحنا في زمن المسخ.